أرجو الوقوف لتلاوة الفاتحة على روح أغلى الرجال وفارس الفرسان، الشجاع المؤمن الصادق الصدوق، نبع المحبة والنقاء والحنان، الأب الحسين بن طلال طيب الله ثراه وأسكنه خير مسكن مع الصالحين الصديقين آل البيت الأطهار. صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين المعظم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. حفظ الله صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين ووفقه في الهاشمية الخالدة. ترفع الجلسة. وين عبد الله؟